ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. طيب فاحكم بينهم بما أنزل الله، نبي قال قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أي لكافرون. إسك إلى لي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. سؤروني إذن حكم كالرب هذا لو ذا جتعد كالي مشرك باتهي له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكم أحد. في قراءة ابن عامر السبعية المتواترة وحاكوية له ولا تشرك في حكم أحدا. نبي محمد إلى حكم كيس كونك قدرك يمام الكيس سريع دونك إي حكم كيس شرعك يمام الك أمضة إي الدينين إلهي أو شريك يلي. إذا وركو حاوي وحبنينتا إي وحرمتا إي شرعي دجنتا الله إسكالي نكي إلى وطن إي دولت بان شرعي ودجن إي دستور حقنا خلاف سن كلي أما بركي خلاف سن شرع على الرب جي إلى هنمو شرعت يا رب النمو حق رب الهاب ونا كل جي أو هايستا وما دا أرع كرع سن أو صعبين أو كل دورنا مرب مرحبيننا الضوم يويه المشرك معبود كاس إلى هنبدا شكت. إذن أذونا واحد كجر تا شعب كصعبين هشرك الطاعة من كان وحكوش شرك في توحيد الربوبية إلى هو كويس لا بوجيس قرآن كوشا وعدي سنة بيقول هوشا وعدي حتى وحديدي إن لبها مقع حكمه